منذ 11 عاما في ذلك اليوم المشهود انتفض الشعب المصري نساء ورجالا شيوخا وشبابا ثائرين على من أرادوا اختطاف وطنهم. نجح المصريون في وضع بصمتهم في مجريات أحداث التاريخ الحديث والمعاصر، وكتبوا بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص. في 30 من يونيو عام 2013 كانت جميع الظروف مهيئة للتغيير بعد أن تسيدت جماعة بعينها مصر واستباحوها. فهذه البلاد لا تستسلم للحكم الراديكالي الذي كان يكرس وقتها وفق خطة 500 عام، عندما بدأ سيناريو التمكين من قبل الجماعة لكي تبني دولة جديدة في الظلام تخاصم ماضيها وحاضرها وتلون مستقبلها بسواد الرؤية وانغلاق الأفق وكراهية الحياة. الشعب المصري وفي مثل هذا اليوم قال كلمته بصوت هادر مسموع وانتفض في وجه السلطة الحاكمة وأصدر حكمه الذي لا رد له لينحني العالم احتراما لإرادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها. نستعيد لحظة يونيو في ذكراها 11 بكل ما فيها من عبرة ومثال، فالتاريخ حتى ولو كان قريبا يعطينا الدرس. يونيو كانت لحظة تغيير مدفوعة برغبة صادقة في استعادة مصر، وككل لحظات التاريخ ستظل دائما محل الفحص والدرس، وسيكون عنوانها دائما دفاعا عن الهوية المصرية وإنقاذا من براثن مخطط الدولة الدينية. أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ونتوقف مع حضراتكم بعد قليل عن أسباب اندراع ثورة 30 من يونيو.